اهلا بكم مشاهدينا من جديد، وحدثنا الان عن الطب البديل. ولازم اوجه سؤال لنبيله. نبيله، هل كانت ليكي اي تجربه مع الطب البديل؟ واعني هنا بالطبع طب الاعشاب بالتحديد. يعني انا شخصيا لم تكن لي تجربه، ولكن سؤال يا باسل، الى اي حد تصل ثقه الناس به مع التطور الذي يعرفه يعني العالم بصفه عامه والطب بصفه خاصه؟ صحيح نبيله، عارفه يعني يمكن لولا النجاحات بالفعل لما اثارت بذور نبات الشيا بالتحديد الجدل المتجدد بشان قدره بعض النباتات ربما والاعشاب ايضا على الشفاء وتحسين الحاله الصحيه للانسان. نعم، يقال ان نبته الشيا تحولت الى صرعه جديده في مجال الطب البديل بفضل مكوناتها الصحية المفيدة. منذ نعومة أظفاره يعمل روحالي في مجال العطارة وتجارة الأعشاب. هذا الركن داخل متجره يحظى باهتمام خاص، حيث بذور نبات الشيا أو ما يعرف بالقصعين، والتي تلقى رواجا كبيرا بين زبائن روحالي هذه الأيام. كثير من الزبائن يأتون لشراء الشيا، فقد أصبح لديهم الكثير من المعلومات عن فوائد بذور هذا النبات، فهي تشفي الكثير من الأمراض وتساعد على بناء الجسم بطريقة صحية، وهي لا تزرع خصيصا لكنها تنمو تلقائيا في إيران. بذور صغيرة مستديرة أصغر من بذور السمسم، تتراوح ألوانها بين الرمادي والأخضر الغامق إلى الأبيض المغبر. هي بذور الشيا التي تعد مصدراً كبيراً لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في السيطرة على ضغط الدم وتحسين المزاج وتعزيز صحة القلب. بذور نبات الشيا من البذور المعروفة بفائدتها الطبية العالية، حيث أن هذه البذور تحتوي على كميات من المواد الغذائية مثل الحديد والبوتاسيوم والزنك والكالسيوم، ولها أيضا محتوى عالي من أحماض الأوميغا 3 والأوميغا 6، حيث أن إذا تم أخذها بكميات معتدلة فإن الأمر ليس له ضرر، ولكن إذا تم أخذها بكميات مرتفعة فذلك سوف يكون له أثر ضرر على بعض المرضى. ورغم الفوائد الطبية للشيا وغيرها من الأعشاب والنباتات، إلا أن الاستخدام الطبي لما تجود به الطبيعة ينبغي أن يخضع لرأي الطب والأبحاث العلمية في المقام الأول. مشاهدينا، وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفتنا في الاستوديو الدكتورة ابتسام قدقات، اختصاصية الطب الصيني والبديل. أهلا بك معنا دكتورة ابتسام، منورانا دايما في برنامج اليوم. شكرا، الله يخليك. دكتورة ابتسام، في البداية يعني بالتحديد حول نبات الشيا، في البداية ما هي فوائد نبتة الشيا؟ وهل كل النباتات المعروفة بالطب البديل تصلح للتناول بدون أي أضرار؟ أوكي، الشيا سيدز دي حاجه زي مثلا ايه ممتازه نقول كده بمنتهى البساطه، يعني عارف ازاي احنا النهارده في امراض معينه بننصح الناس انهم ما ياكلوش او ما يشربوش الديري اللي هو اللبن ولا منتجات الالبان، لانه اوقات مثلا السمنه مضره بالنسبه لهم، وطبعا اللبن بيزيد من السمنه خصوصا بتاع البقر، لبن البقر، لانه بيكبر الاطفال، فما بالك الناس اللي بتعيش على كوبايات لبن. فاحيانا واللي عايزين يفقدوا وزنهم لامراض كتيره زي امراض القلب والامراض الروماتيزميه، فبننصحهم انهم يتجنبوا منتجات الالبان والالبان. طب الكالسيوم اهو، شيا مليانه كالسيوم، مليانه كالسيوم، اوكي؟ مش هنقول كمان النباتات الخضراء، لا، نمسك الشيا، الشيا فيها نسبه عاليه جدا من الكالسيوم، فيها نسبه عاليه جدا من انتي انفلاماتوري اللي هي اوميجا 3 اللي هي بتساعد على يعني بتحارب الالتهابات في جسم الانسان. وزي ما سمعنا فيها زنك كويس للجلد وللشعر، وفيها بوتاسيوم، وفيها يعني فيها حتى نسبة الصوديوم اللي فيها قليل. المهم الشيء المضحك، سوري كنت عايزة تقولي حاجة؟ لا كنت عايزة أقول لكم يعني حاجة تضحك، لأنه اللي هي بتتزرع في المكسيك وجواتمالا وكده والهنود الحمر كانوا بيستعملوها، وكانت من ضمن الحاجات يعني أنه في الوقت ده هي ونبات تاني اسمه الكينوا. اوكي، حضرتك تكلمتي على النباتات، يعني ابرز النباتات الطبيعيه يعني اللي يمكن اننا نستعملها وتكون ذات فائده بدون اضرار اذا صح التعبير.
هو ده يعني. هو لما سألني مش عايزين نخش في تفاصيل ما عندناش وقت طويل، لكن طبعا لو خدنا الأعشاب الطبية الأعشاب الطبية اللي في الآخر لها فوائد طبية ومؤثرة وبيستخدموها كمان في الأدوية، وهي في نفس الوقت ممكن تبقى أعشاب صيني وكده، الأعشاب دي ناخد منها إكزامبل من غير كلام كتير، الجينسينج أوكي. الحاجات دي إذا ما اتخذتش بحرص مضرة بشدة، يعني في نبتات هناك بشدة. نبتات طبعاً لأن البعض طبعاً بالفعل بيؤكد على ضرورة استشارة مختص قبل استخدام بعض دي النباتات، دي اللي هي يعني الأنواع الطبية. ليه؟ لأن مثلاً ناخد الجينسينج نلاقي فيه منه الحار والبارد، في أنواع تنفع للستات وأنواع تنفع للرجال، في ناس عندها بلاد بريشر عالي ما يقدروش ياخدوا الجينسينج، يبقى لازم نكون حريصين. ممكن يؤدي لأضرار، ممكن يؤدي لأضرار طبعاً لو اتخذ غلط. إنما ناخد حاجات بسيطة زي المركدون احنا بنسميه بالانجليش مارجورام. مارجورام ده ايه؟ ده ميركل، ده ميركل. انت لو تتخيل صح. ليه؟ لانه ده بيحارب التهابات الجسم، عشان كده بيستخدم في حاله مثلا الانسان عنده برد يقدر ياخده عشان الام الزور، ويقدر يتاخد علشان يتشم يعني يتغلي والستيم بتاعه يشموه عشان يفتح الساينسز والجيوب الانفيه في حاله البرد الشديد وهكذا. بيتاخد علشان انتي سبتك لما الناس يكون عندها، وخصوصا الاطفال، معنى كده انه سليم وحريق ومش هيسبب بأضرار، تقدري تديه حتى للأطفال علشان المعدة والاضطرابات المعوية بكثرة مش هيحصل فيه أي مشاكل. يعني ما بين العلاج التقليدي اللي تكلمتي عليه وما بين يعني العلاج الشعبي والطب الحديث في نفس الوقت، أين تتقاطع منافع يعني هذ العلاجين، وهل يمكن اعتبارهما مكملين لبعض؟ لا، هما مكملين لبعض، بس أنا حبيت أقول إنه كل واحد فينا بينظر للموضوع من وجهة نظر مختلفة. أنا دكتور الطب طبيعي، لما الانسان هيجي لي مش هقعد مش هدي له ادويه، مش هقول له خد كورتيزون وستيرويدز وهندي لك، لا انا هقول له كل ده يعني ليه. عشان كده انا مصره ان انا اتكلم شويه زياده في الاعشاب والحاجات المفيده زي الكينوا، فيها اعلى اوميجا 3 اكتر من السلمون فيش. اذا الفكره ما هو ده نبات، الكينوا ده نبات، ها، والمرقدوش ده نبات. المرقدوش انا حبيت اقول انه هو كمان حاجه من مميزاته الهائله انه بيساعد جدا جدا في انه يحسس الناس بالشبع، لانه فيه بروتين. يعني الناس اللي هي بتحاول مثلا، افرض انسان عنده دايابيتس او كده ولازم يتجنب اللحوم الحمراء او حاجه ثانيه الاخرانيه الزعرور سبب الشبع، بس احنا عمرنا بنشبع من كلام حضرتك الحقيقه، بس الوقت انتهى للاسف الشديد. هيكون لقاء ثاني ان شاء الله. شكرا دكتوره ابتسام قطقاط، اختصاصيه الطب الصيني والبديل لمحطتنا الصحيه بقيه، لكن مع الطب التقليدي وتطوراته، مع ايمان من القدس. ماذا لديك ايمان؟ أهلا يا نبيلة، ستكون لدينا فقرة مفصلة عن تكنولوجيا الطب المتقدمة، وخصوصا لمرضى القلب وإمكانية زراعة أجهزة إنذار مبكر للأزمات والجلطات القلبية. كل هذا بعد قليل، تابعونا.